طردوا بنا ابني من البلاد، طردوا عيالنا بقراشنا وكل من يملك سرنا بطمرنا. هذا قال خاصي حلو شقا حرب الله ديالكم شرحنا قراش حقنا وكسب حقي هنا والله مكان ما بتعلم شيء يقولون عليه ما بتعلمش ما والله غنم بحق وابقى راقب. احكي لنا زيد. اما عاشي الان قسان من يومين على قفاله لا خرجنا ولا دخلين اسيرك قليل فرصه يوم خرجناهن ما رجعن شبوت ولا خلوا لنا لا قليل ولا كثير يا ابني. نعب ولا الستر على ربي واني اني اسرتي من نحنا هذه وادي بيت كم من نحنا شردين لاقي ما سرنك بيدي انا قاك احنا لنا شو الاطمار ويضرب يضرب يضرب رجعنا هربنا ودرناهم بالرصدة أداة بوتنا على قفالة حنا شنقي على هالليل نقعد دقوا بالتين قالوا قوم يضربوا دقوق الدقوق. في أي قرية أنت؟ أنا في قرية الشعب. الشعب؟ الشعب من سنة. طيب والقرى المجاورة؟ باقي لوزان، باقي عدنا، باقي عركاب، باقي السفيرة، باقي مشقاب، الشعابين، السميدد. خرجناهم كلهم؟ كلهم خرجناهم. من بيتهم؟ بيتهم. ولا فين اتجهوا؟ شي يقول هنا عندنا شي طعم قال لي شي مفراق شي بقى شي شاكو شي يقول احمد هز علي عدنا يا ابني عدنا احنا نقلا ما يصلوش عندنا وصلهم. طيب كيف كنتم قبل ما يوصلوا الحوثيين اللي عندكم؟ احنا ما بنا شي قلنا اللي بعد ما عليهم ما سرناش لا احنا ولا قراشنا ولا حقنا قلنا ما يصلوش لعندنا الجبال ملا مركزين لا ولا 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 سكينة نفرط حاليا من هربت مارو آه يقول يا ابني واحد آه أنا نجي أنا نسير أوه يا رب تأمنا يا رب شيء تفرق الهم الغم يا ابني شنو نسير حتى باكر شنو نرجع بوتنا بوتنا يا ابني عشان نقدر شنو نعمل السكر خا كدور لي بيت من كذا الناس هذوما اللي قالوا زحف كلهم يلا شقر روحوا فوق كمشي بيت وكمشي نساروا الناس كلهم ما بقاش زبط سرقوا من كذا الناس هذوما اللي بيت وهذوما كل حصل كلها بيت لالي والي بني ايش اللي حصل لك؟ اعطي مالي لا معي زوج ولا معي معي ابن دار حمر الله لا شاقي ولا اخي ولا زوج تورط بالشمس يبرقوا منك ما معش حتى حاجه تاكل الله يا ابني ما حصلناش هذي حصار هذي حين امراض حنا ما قدرناش ندير رواحة روحة يا عيالي قاني شيبة ما وقع شكة قاني شيبة ما وقعش الامراض هكا من الخوف احنا من الخوف والرقع سارنا ابني سيبنا قراشنا واكلنا الصلاة دي احلاك لا والله انه ذهبنا بين الفئين من مو كان نقول لك من القوارح والطائرة استهجم الكل ضرب من لا زيدنا كيف أنا نجي إيش سببكم إيش خر خرج أنا قال هم كم الحوثيين جالسين بالجبال ودحين خلاص كل شيء يزحموا على شيء كل شيء يضربوا على شيء خلاص خرجنا هربنا بروحنا ولا قحنا بيوتنا ناكل حاصل ونعش على الحاصل نحن ولا نموت بهدلوا يا ابني بهدلوا ما عندهم شعار ولا مذهب الطفل معمل المرأة معملة الذاك معمل نحن ما احناش لا معادكم ولا معادكم لا شيء من الله يدونا قتلوا ما قتلوا وتصوبوا ما تصوبوا مرضوا ما مرضوا وهذا اللي ساكن وانا زوجتك في المستشفى عملوا لي عملية نتحين وتموت في حامل بتسامين والطائرة تضرب جهة والدنيا محروك حار كيف كنتم عايشين آمنين في بيوتكم ولا لنا أربع سنين هم
أربع سنين يا ابني اللي على ما دخل حرب، أربع سنين اللي ما دخل حرب. قال أقول لك المهم عايشين كأن إحنا بقحم زيادة، ذن الشهر هذا أسبوعين اللي زيادة، لا نرقد نومنا ولا نهقع ولا نغمض ولا مخوفين. طيب أنا وديتوا حقكم المواشي ولا ذا؟ بعناه الله يا ابني إنه من 2000 كسب من 2000 معانا بقرين أذرفنا بقرية الله أنا منقي نقلقهم كل ساعة اتصالات نقالة قال كلهم بعمو يمكن ما قيله ما نعمل هو ذنبنا ذنبنا رعيانا أكل من أشقائنا ما ليش يصير يشقي بها وروح بها الكيلو الطحين والله أنا بالكيلو نروح من دخل طحوبة برزقه ما رزقه ما هذا ابني شقي قال نقول لك يرحم الله والثاني لا سرح سرح هذاك روح الحصل روح الحصل روح الحصل صبرنا الحصل لقى اللي حبة تمطاسة وذاك الكيلو الطحين ولا نفر ما صرناش ندخل كيس كسلم ولا نص كيس عاد حنك على مسدين بالشيبة يا سيرة كرضح علينا بالحنا مش حد الحوثيين حرقوا وصيروا قوبة الله يا ابني 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 خرجوكم بالقوة سيدي بالقوة يا ابني بالقوة بالقوة لعبوا انسان عبوا الا بالخاطي بالخاطي عدو قال اسم البيت اني معي اثنين عيال الان ضايعين على النهاية مانيش داري انه هربوا لنا رقوا عيال ابني يا ابني يا ابني دحين لا معانا شيء ان الهب ولا شيء سرق قل لك بقى حصله شديد حصله لا قراشنا ولا عيالنا ولا ما اسمو شلمو هدو اندرنا الناس يخرجوا خلاص يشدوا وضارب يضرب ورهم يا بيت عبد الواحد قالوا هدموا من قذائف من هذه الراجعة المهملة في قبيوت في قبيوت مثل ما هذا اللي هناك كم هشمها الدنيا قلنا احنا جالسين ثم قال لهم سنتين دي ثلاث وحنا كصابرين صابرين للأرض روح ولا زحم الزحم اللي عندنا الأمر الخير إلا بس الأمر الخير إلا أهل حالة ولا قوة إلا بالله حسبي الله ونعم الوكيل خلونا خرقنا حافين حافين يا رب حافين ما امتعونا شنوالي في الطمرنا قاك احنا شلينا قتنين كنابيل وذاك ودرناهم بالرصدة والله يا بني احنا ودرناهم قلنا يلا بروحنا قلنا بر... ها الان شلوا سرنا بالقوة بين... وضعكم هنا الآن المعيشة هنا كيف؟ معيشة حل الدولة نقيرنا الآن لكن الدولة نقيرنا ما معانش عادوا آلات اسميك انت أمي أسألوا باسمه العظيم يا أمي يفرقي علينا ولا يعزنا يجلنا لنا نسكى نازل حسن من فوق الأرض حمود هذا هي أنا ذا وابني قاقنا لهم قلت لهم أني عجوز مش أخرجش أسيت الناس قلت له منش اقبرني لا متو نسأل الله الستر والله نسأل الله الستر ما معانا شك بوتنا سرنا الطفارة لا قليل ولا كثير بطمرنا سرنا والله يا ربي إنه معي ابن الآن ما معوش قلت يومه ليش قزم يسأل ليش قزم يدور ما ديناش معانا احنا قزعنا مع تبعناش يوم بهذلة ابني بهذلة بهذلة دي مقاوقعاش